مباراة الأهلي وجبلين في الجولة السابعة والعشرون من دوري الأمير محمد بن سلمان الدرجة الأولى السعودي لكي تشاهد المباراة مع فضل الدار بزر لكل الشراب الغنيز وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى فريدي المباراة ملعب برنس عبد العزيز بن مسعد ستيديوم توقيت المباراة سوف يكون في تم الساعة التاسعة بتوقيت السعودي وقطر وإمارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب اما بالنسبه للقنوات الناقل المباراه قناه السعوديه الرياضي دي الوحيد الناقل الحصري للمباراه تجدون البث في صندوق الوصف بجوده اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعم الفيديو لايك وشير بالقناه والتفعيل الخاص تتزرع لكل لايك يتواصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونراكم موعد في موعد قادم